عملوا شيء معنوي شديد جدا 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 نجحوا فيه في هذه الأمة. نعم. توافقني أو تخالفني فتتناقش أو نتحرم إسقاط هيبة العلماء. نعم. هم وراء هذا الباب. وهناك طوائف حتى من الملتزمين نعم. ساعدوا في ذلك مساعدة صاروا خلفهم يعني. لا صاروا خلفهم ده هم نجحوا فوقه. لأن هذه الطائفة كانت كأن منهجها من وافقنا فهو معه وحبيبنا وهو في السماء وهو أعلم أهل الأرض. نعم. ومن خالفنا فهذا عدونا وهذا الخبيث أو هذا العميل أو هذا الضعيف. فاهم؟ يعني حتى لو كان كتلة علم طب غض الطرف ما تكلمش عن الكلام ده. فاهمني؟ فإسقاط هيبة العلماء هذا مسمار نعش نعم. المسلمين. أنت أصلا توقي نجاة من؟ العلماء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله شو يقول وأصحابي أمنة للسماء أصحابي أمنة لأمتي. نعم كده؟ قال أنا أمنة لأصحابي وهو أمن لكل الأمة. نعم. وريثه أيضا نفس الحكاية الوكيل ينزل منزله أنبياء. نعم. قال الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. نعم. قال نجوم العلماء نجوم السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ورثة الأنبياء. الله. فتوقي النجاة توقي نجاة الأمة بالعلماء. نعم. بسند كالشمس جاء عمر بن الخطاب قال لو قدموا العالم لنجا وأنجاه ولو قدموا الجاهل لهلك وأهلكه. نعم. فهنا إسقاط هيبة العلماء ظهرت كثير جدا. نعم. فإن حضرتك وإخفاء العلماء إسقاط العلماء شيء جانب مش تفصيل إخفاء دورهم هنا إخفاء العلماء دور. نعم. تقويض دور العلماء ويقول الأمة دي أمة بحركة دي عارفين كده أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر. نعم. فيطلع بقى الواعظ أيضا في مسائل ما يصح أنه يتكلم فيها يتكلم فيها. فإيش اللي يحدث حزبس. نعم. الأمة تضيع ويطلع بقى الواعظ هؤلاء في العلماء لما يتكلموا كلام مش عارفه مش فاهمينه يعملوا إيه ينكروه مش يعرف ينكروه ويسخفوا منه يعني. ويسخفوا منه ويسبوه ويشتموه وينتقصوا مقدرة لا تبا له سيخسرون. نعم. وأسأل ربي أن يوفقه وأن يوفقه من الله الفعل. فهنا نجح في ذلك نجاحا عظيما جدا الاستفتار والاستهزاء بالهيبة والوقار. نعم. يطلع واحد يعمل برنامج كامل ويجيب شيخ بشكله عشان هو مخالف له في المنهج اللي هو فيه ويستهزأ فيه ويقلل من شأنه. يطلع عالم من العلماء بعد ما رباهم وعلمهم يطلع يقول له أنت لست بشيء شيخي ويأتي بكثير من الأبيات على ذم والتنقيص من هذا الشيخ. فإذا النقطة الثانية نجحوا فيها في هذا الباب. النقطة الثالثة تخريب عقيدة المسلمين. تخريب عقيدة المسلمين بإدخال العقائد المختلفة. أنت أنت مهلش عشان أنا ما بحفظ الكلية كليتي هارفارد. هارفارد لا تاني. نعم. كاربريش ولا الطريقة طريق كاركر طريق نعم الطريقة الكاركرية. نعم. نعم. فاهم حضرتك وتعضيد أنت قل لي لما أمريكا تصرخ من بعيد على تعضيد الطريقة الكاركرية وتعطيها إذن هذا شيخ الحبيب يعني فضلتك تريد أن تصل إلى نقطة مهمة وهي أن تصدير هذه النماذج الفاسدة زي الرجل المجرم ده اللي كان بيقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله وطريقة فلان وطريقة علان والتمسك بالقبر هذه صناعة يهودية صناعة اليهود هذا كله تحريك يهودي أنا ساعتي وأم المسألة كله تحريك يهودي اليهود يخرجون مشايخ يخرجون علماء مزعومين طبعا اليهود عندهم تأصيلات لينظروا من يؤصل علميا كيف يجابه يعني اليهود يصنعوا عالم مسلم نعم. في البطاقة لكن ليضيع الدين هذا هو ما أنا قلت لحضرتك دين نجاحات لازم نفهمها هنا الآن أنت تولد نصر ستنتصر المسلم سينتصر رغم شاهة الوجوه نعم رغمة الأنوف نعم. النصر القادم والرايه مرتفعة وأهل التوحيد فوقهم الله أكبر لكن لابد أن نعلم أن نجحت لصد عليهم نعم. هذه التسليمات التي خربوها في الأمة الإسلامية ويكون الانطلاق من هنا كما هم اجتهدوا وثافروا وصبروا في هذا الباب تخريب العقيدة بدخل العقائد الخريبة موجودة نعم. مع تمزيق في الهزة الأرضية فإن أنت كل ما تنحرف عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ستنحرف عن طريقه نعم. وإذا انحرفت عن طريقه لن تصل يبقى توهه كثير من الشباب نعم. كل شباب ماشي تاهين مش فاهمين يا جماعة أنا أناديكم النذير العلياء أقول لكم العقيدة الصحيحة هنا لابد أن تكونوا فيها نعم. المسألة مش ادعاءات كل من يدعي وصلا بليلة وليلة لا تدخل لهم بداك نعم. هذه النجاحات الثالثة النجاح الآخر بقى الشباب الاهتمام بالشباب احنا أصلا أي أمة أهم ما فيها الشباب صحيح تعال حضرتك هذه الأمة ملكت الدنيا في كم
نعم 25 سنة. تعالي نشوف أساساتها من؟ الشباب. نعم. معاذ مات عن 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 كم سنة؟ 36 سنة. سعد بن معاذ. نعم. سنة. حاجة و30. 33. 33 فعلا. كل الشباب هم الذين نصروا هذه الدعوة يعني. نعم. أسسوا دولة الإسلام. إذن شعلت النشاط في الأمة. الشباب. الشباب السواعد الصاعدة النابضة. لما أفرغ الدين عند هؤلاء الشباب. وحولوا المهرجانات والمباريات. أنا الشباب ماذا فعل؟ الشباب أنا بضربه من ثلاث حاجات. الحاجة الأولى أن أنا بجي عندي هدف بلغي عنه الهدف. أنت هدفك أصلا الأصيل لك أطيف. نعم. وما خلقت الجن وليس إلا. ليعبدون. أنت أقل شيء تكون عبد. والأعظم أنك تكون متحرك. نعم. لتعبد الناس. ما قلت الكل هيكون كده. لكن أقل شيء تكون عبد. نعم. لأنك نوات بنا للأمة. نعم. الشباب أول شيء فرغوه من الهدف الصحيح. تاني شيء المهم جدا جعلوا لهم هدف آخر. ما هو مش عايش من غير هدف. ايه بقى هدف؟ هدف بلا هدف. كن ميسي. كن رونالدو. فاهم حضرتك؟ كن بيبي. هو كن هكذا. لانك ما في ذهنك الا ان انت في مدرسة الكورة عشان تطلع تجيب الكورة في المقص. فاهم حضرتك؟ او تلعب سكرو اسيست فتاخد فيه. هذا هدف. لدرجة ان انا شفت شيخنا الحبيب خلي ام الفئاتها عدد ضخم جدا جدا من الشباب على السوشيال ميديا ومنهم دعاء كمان مستنيين كلمة من محمد صلاح عشان ينصر فلسطين. يعني انا يا 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 للهوان يعني. سيدي يا للهوان. نعم. هذا الشاب هو الان هذا الهدف المفرغ فهو سلخه من هدف حقيقي صحيح. وضع له هدف مستعد. الأمر الثاني إذابة شخصية وتضيعها والتكسير في كل الإبداعات في الأم. نعم. الشاب له إبداعات. له تفكير. أي مبدع له تفكير ترى لابد يقوي لأنه هيغطي على كل الكبار اللي تقدموا تحقين المكان اللي هم فيه. نعم. الولد الصغير طلع في لحظات ابتدع أو أبدع وتفوق فاهم؟ فلا لازم يتجاوزهم يبقى لازم يموت. احنا كده انكشفنا. دي حاجه. الامر الثاني المهم جدا لابد من تضييعها. الامر المهم في هذا الباب انه ايش بيفعل معه؟ بيقول له انت مهندس، انت طبيب، انت عندك عقليه جباره، تعالى بدون تسميه. هم بيسموه ايه؟ المهرجاني الكبير. نعم. ذهب الى كنت. عقد مؤتمرا كبيرا اسمه مهرجان دندشة. ذهب إلى إسبانيا. نعم. طيب بعد كده ترى تصدير برامج تلفزيونية كبيرة جدا. نعم. للكبير المهرجانات ويطلع بقى الناس كلها تتكلم ويكون إنسان فارغ يعني في الحقيقة ويتصدر للناس. وهذا الذي يمكن أن يعطي نصائح للناس. وهو الذي يقول له كيف بلغت ما بلغت. وكيف وصلت إلى هذا. طبعا المهندس عيني أمه ماتت في السبرتاية. فاهم حضرتك؟ وفي تجهيزه وهو موت نفسه مذكرة وقتلا. ها بعد كده طلع وجد انه مش مساوي حتى خاتم في اصبع صاحب المهرجان الذي يعطي نصائح للأمة. نعم. نعم. والمهندس المبدع الان تطفى شمسه. نعم. فمن الذي صنع ذلك؟ هناك الروتري والماسونية العليا. فاهم حضرتك؟ تأخذ الشباب الممثل الفلاني دعم ممثل اصلا يؤخذ معتوه اخذوه فغسلوه واستخدموه اسوأ استخدام لتضييع لاركان لاذهاب. نعم. المبدعين وللاتيان بالتافهين فاهم عشان يكونوا هارلي وشارلي ويطلع بهذه الطريقه طبعا في مساله. انا محتاج يعني حلقه كامله نفردها لهذا الباب لان الموضوع خطير. حضرتك بتتكلم في نقاط خطيره جدا ومحتاجين توعيد بالذات في ظل هذه الحرب المعلنه الان من الكيان الصهيوني على اخواننا في فلسطين. طائرة. الحرب الدبابات كان قبلها هذا الحرب. يعني اذا ما تحركش عسكريا الا بعد النجاحات دي. لان هو عارف ان مش حد هيجابه. عارف مش حد هيقف. عارف ان الشباب خلي شباب هو يضرب الفلسطينيين. هدم كل البنايات. نعم. واطلع بمهرجان جديد. في نفس الوقت يطلع او نمبر 1 يطلع يكون مافيا. وهو يكون ضارب
يعني يعني مجتمع كامل مضيعه. الشبكة هتسمعي. انا كنت في الفتاوى اتصل بي رجل قال لي انا هموت، الناس بتضرب ومباراة الجزائر ومصر الناس كلها مستنيين المباراة، مش ده بيتصوت وبتصرخ، الكرة جت في العارضة طلعت بره والناس بتقتل في هذا البلد. من الذي صنع هذه المواضيع؟